سمعنا يا أحبائي الصلاة التي أدناها هلا من شوي، صلاة أنستا اللي بتقول من جمالها: ولست أنا بأهل أن أتفرس في علو السماء من كسرة الظلم. يعني ما لي عين أطلع لفوق، قد مظلوم. وواحد بيطلع بيقول شو هو الظلم؟ ما انا ما سرقت حدا، ولو وقعت بين ايدي دعوه وقفت ضده، وليش هذه شهاده زور؟ ولكن اذا الواحد بدقق، اذا بدقق بتصرفاتي او بافعالي، بحس عم بقع بظلم كثير، وبكون ظالم في كثير من الاوقات. ولهيك ما عم يتجنى علي الكتاب وقت عم بيقول لي انت ظالم، بقول له بشو؟ ظالم عندما احكم من دون ان اعلم، ويقول الاباء: الاغبياء فقط يحكمون على ما لا يعلمون، ما لا يعرفون. يعني بيطلقوا احكامهم، ياخذوا موائد بموضوع ما بيعرفوا شو هو، على السمع، على الاشاعه. ومين مننا ما تبنى شيء اشاعه او اشاعتين او ثلاثه؟ وشارك بنشر هالاشاعه، وشارك بذم الاخرين، وفضح الاخرين، وادانه الاخرين، من دون ما يعرف عن الموضوع اي شيء، فقط انه سمع من جاره او من خيه او من في مكان اخر. ظالم. بيقول الكتاب بولس الرسول برسالته لاهل غلاطية: يا ايها الاغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا الى الحق؟ يعني من اعطاكم انتم الحق حتى ما تسمعوا الصوت اللي كويس؟ شو اللي بيمنعك تبحث؟ اولا عم بظلم نفسي. وقت البحرم هاي لشبابنا وصبايانا خاصة، وقت البحرم حالي من كنيستي، من كنوزها الروحية الموجودة فيها، من هالثروة هالنعم الموجودة جوات الكنيسة في كتبها وليتورجيتها وحياتها، وقت اللي برفضها بجهل دون ما أقرأ أي شيء ودون ما أقارن أي كتاب روحي أو ديني أو كنسي، بحكم مباشرة انه هذا شيء قديم ما بفيد. ظلم، ظلمت نفسي وروحي لاني حرمت حالي من النعم. وقد اظلم الاخرين ومن ضمن كنيستي. وقت بتهكم، وقت بحكي وكاني انا غريب عنها، وما بعرف انه في البعض النهائي مالي الى كنيستي. هل من المعقول عائلتي تشتغل ضدي؟ هل من المعقول في اب وام يعملوا ضد اولادهم؟ اذا الولد عقله صغير وقليل وقليل النظر، هل معقول موقفه هو الصعب؟ بيظلم عائلته وبيظلم ذاته. وهكذا، فكم بالحريه على الغرباء اي المجتمع. ظلم، ظلم. من دون ما دقق وافحص، بيقول بولس الرسول: كونوا كاملان كاملين في اذهانكم، افحصوا بتدقيق قبل ما تتبنى موقف الدين نفسك وتوقف امام الله كظالم. وهي اقصى الخطايا، ما في اصعب من الظالم، انه تاخذ موقف بكل جهل وانا لا ادري من الموضوع شيء الا انه سمعت من الشارع، من جاري، من مكان اخر. ومشكله العصر انه ظلمي عم يتفشى ويتضخم ويكبر، لان هلا صار في وسائل الكترونيه، فمباشره سمعت قول
على الواتساب على فيسبوك بدي احكي لشان تملك الحق لكي تتكلم. اذا بتعرف الحق تكلم واصدر الحق، اما اذا ما بتعرف عن الموضوع عشو عم تنشر وتحكي وتكون ظالم؟ كيف لك عين تطلب رحمة ربنا وانت تشارك في الظلم؟ مشان هيك عم يقول انا لست باهلي، ما بستحق وقت اللي عرف الحقيقة ان اتفرس ان ارفع عيني الى السماء من كتر ما ظلمت بتطلع بحالي يقول انا ما عملت شيء، لساتني طفلة، لساتني طفل، خربت الدنيا بظلمك من خلال تعليقك او تغريده على تويتر او شي رساله مسج مدري وين، خربت الدنيا وظلمت العالم وقومت الدنيا وقعدتها من دون ان تملك اي دليل على اي قول عم تقوله. ظالم. ولهيك قديش بدنا رحمه، قديش بدنا صبر، خاصة في الكنيسة الأحبائية. هلا وقت مثلا بسبب بروباغندا الضوضاء، وقت السوق يعني طشة السوق، دنيا مثل ما نقوس ومثل ما نقول بتعابيرنا الشعبية مثل الحمام المقطوع ميته والطاسة ضايعة، أرى اتهامات عطل الكنيسة. ليش ما فينا نحكي؟ بدهم يكموا أفواهنا. أصلا إذا سكرت فمك وكمان صوت الحق تكون خاطئ، ولكن إذا كنت عندك صوت الحق، أما إذا كنت ما بتعرف كيف تتجرأ تحكي وتنشر وتقتل الآخرين بتسليتك وبتقول انا لست بظالم. السفاح احسن منك، احسن مني بقول فيه، لانه قتله مره السفاح. اما في لسانك وفي خلينا نقول فيسبوكك وفي موبايلك اقتل الشخص كذا مره من خلال عدم انتباهي. ويقول الكتاب غرائب، ونتذكر بعتذر عن التعبير القاسي بس بيشملني وبيشمل كلياتنا، الاغبياء فقط يحكمون على ما لا يعلمون. اما اذا بتعرف صوت الحق فعيب علينا الا نقوله. وصوت الحق مين الحق؟ نحن المسيحيين وين الحق؟ اي جريده تحكي؟ الانوار ولا البعث ولا النهار ولا اي محطه تلفزيونيه؟ صوت الحق هو واحد، هو صوت الانجيل، صوت يسوع المسيح. يعني عند المؤمن هذا هو مقياس الحق، وكل واحد بيخالف تعاليم الانجيل ليس بصوت الحق. وصوت الحق هو صوت الحب المضحي، صوت الصديق الذي يحتضن امام الاخرين، صوت السامر الصالح الذي يطبق جراح الاخرين، صوت الغافر الذي حمى الزانية من قساوة العالم، صوت القلب الكبير اللي احتضن زكا وكل خطاياه، صوت اللي هدى بولس الرسول شاول، هيدا صوت الحق يا احبائي. ولهيك بهالصوم كويس نحن نكون ابواب، ربنا خلقنا تم لنحكي، ولكن بيقول اجعل يا رب حارسا على شفتيك وبابا حصينا. يعني شو باب حصين؟ يعني ما ينفتح التم الا بالزور. شو معنى الحكي؟ يعني حتى تدقق مره ومرتين وثلاثه واربعه قبل ما تطلق احكامك ولسانك كالسيف وتطرد الاخرين ونكون من الظالمين. وما في اشر من الظالم. حاجه العالم عم يتسلى فينا. لسه عم نتسلى بعضنا نحن المسيحيين. هذا العالم عم يلتهي فينا، لسه فاضيين نلتهي بعضنا البعض. خلينا كاملين في اذهاننا وفي تصرفاتنا، واعيين مسؤولين كابناء النور
كأبناء الإنجيل كشهود يسوع المسيح عندنا أمان يرسل صوت الحق، صوت الحب، صوت التضحية. العالم ما بيفهم بهاللغة، على القليل أبناء الإنجيل عم يصلوا يفهموا. ولهيك كنيستنا، بيتنا، مطرانيتنا، دور الإيمانية، نحن ما جماعة متعصبين، ولكن مين بنحميها ومين بنبنيها؟ نسمع آراء، ما عم ندافع على شخصيتنا وعلى بعض الأشخاص. طول عمره المسيح يصلب ويضط في يديه المسامير، ولكن ويل لمن يضط المسمار، ويل لمن يضع في طريق أخيه معثرات. ما قال وين اللي بيوقع؟ قال وين اللي بيوقع؟ يعني وين اللي بيطلع بيوقع الآخر؟ ربنا بيرحم اللي بيوقع واللي بس قاسي في حسابه علي بيوقع الآخرين وبيتوب. لهيك يا أحبائي فلننتبه، فلنصحو، نكون واعيين. ما تقول هي كلمة قلتها وهي جملة وكتبتها وفرض علي أنا أحكي، مين طلب منك تحكي؟ قول، مطلوب منك تحكي بالحق. إذا ما بتعرف شو عم يصير في الخفاء أفضل أن تسكت. وما ننسى القول الآباء العظيم المربي، كثيرا ما تكلمت، ما ندمت لأني تكلمت، ولكن ما ندمت يوما على صمتي. لأن كثير من الأحياء نحكي ومنشرح ولكن بنكتشف العكس، ونجي بقى من ربي والرد ونشوف ونخربنا الدنيا. استوى وقت بتعرف الحقيقة تكلم، فالرب يسمع. نعم تكلم فالرب يسمع. ولهيك يا أحبائي خلينا نكون واعيين وصاحيين. هلا عصر الإعلام والميديا، يعني عصر الطاسة ضايعة، مين ما بده بيفتح وبيكتب وبينشر وبينشح. نحن ما بنخاف، ما عم ندافع عن نفسنا، ولكن بنخاف أن نشارك الشر. نحن ما بنخاف من بطالنا، بطالنا المسامير، وبطالنا الصفعات والبساط والآلام، كما طال وجه الرب الحنون في بزأة، في لطمة، في لجمة، وما طالت وجه الرب الحنون. وهكذا الكنيسة وجهها سيطال ودوما وإلى الأبد إلى يوم القيامة. ولكن الويل بمد إيده عليها، وخاصة إذا كانت متمسكين. أنا مشكلة ما نكون من الظالمين يا أحبائي. الصلاه مهمة ننتبه لها حتى يكون لنا عين طلع وانت الرب، على القليله كون ما نشارك في الظلم وفي القاء السهام. وكنيستنا تبنى بايدي محبينا، ايديكم نحن بينا هالكم شيء صعب، انه نسال بعضنا البعض صعب. ليش حاطين كرسيتي اعلى من كرسيتكم؟ مشان بغرس حالي فكري؟ لا أكيد لا، حتى شوفكم تشوفوني، لأن ربنا عطاني هالأمانة إنه أنا مسؤول عليكم الروحية، وتعرفوا مين مسؤول عليكم الروحية. هذه القصة، ما قصة فرفخة وبروزة، قصة حتى أشوف أي واحد في أي زاوية، لأني مسؤوليتي، ومسؤولية كل واحد يعرف مين راعي ومين بيه، حتى يسأله وحتى ما يغلط. مشان هيك يا احبائي هي الكنيسه بكل ترتيبها تبنى، بكل تهذيب، بكل لياقه. اما اذا كنا ثقافه الحمامات المقطوعه ميضه وثقافه العصر اللي بنشوفها، فالويل لنا، لان لا نكون في حظ اوفر من حظ الظالمين، وهذا ما لا نتمنى. مشان هيك يا احبائي وعي يا ذا النوع، بتقلي كلمه قلتها وجمله كتبتها، ما لأن طارتفنا وطارت عدتان، لأن طلب نفسك وأسأت إلى نفسك أهم الكل. حطيت حالك من مصف الأغبياء، حطيت حالك من مصف الظالمين، حطيت محلك محل من مصف القساد. ولهيك الدينونة ما بإيدنا، ربنا بإيدنا يا رب.
فالقصة ما قصة الآخر، قصة نفسي. يا نفسي يا نفسي تفطري وافطري. ولهيك الحكي بعتذر، ولكن حبيت استغل الفرصة. شايف صغار وكبار كلياتنا أولادنا الله يحميهم، من صغير لكبيرهم، معهم بالموبايلات والإنترنت وهلا عم نشارك، ولكن ما نشارك بالشر، خلينا نشارك كلياتنا في النور لنمجد اسم ربنا.